بنت المجانين. كنت بتعمل ايه يا اخويا مع البنت المسلوعه؟ بنت المسلوعه اتنين بس في دراستين دي. اللي قاعد يا اخويا تتمشى معاها من اول الحاره لغايه هنا. الله 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 الله، قولي بقى كده عشان افهم، بتغيري عليا انا بويه؟ هو انت لسه يعني واخد بالك؟ تخيلي بقى، حاسس ان الدنيا حر قوي. هي صراحه حر قوي، حر موت، سخن نار. ايه ده؟ يعني انا لو قلعت الجاكيت مش هتظن فيها البطاله نبويه؟ هو في احلى من البطاله؟ طب تعالي ادوقك حلاوه البطاله. يلا يا نهار اسود. يا لهوي، بقول لك ايه ده؟ جابر، ده جابر. جابر الله يخرب، يخرب بيتك. خش جوه. طب اروح فين؟ خش جوه، تعالي من تحت السرير ولا خش جوه الدولاب الله يخرب بيتك. خش. اقفلي حبيبي. ايه راح فين؟ يا ابني مالك في ايه؟ انت عندك حد ولا ايه؟ لا ما عنديش حد. نزلت. نزلت؟ اذا كان لسه طالع من على السلم وبيلمع وزي الفل. قال نزلت ايه؟ عندك مين ياض؟ انت بتطلع على مين يا عم انت؟ مش فاهم انت دماغك فيها ايه؟ حلاوتك يا نبويه. الحمام مش هنا يا اما، بره. قومي قومي يا اختي قومي. ايوه يا عم قول. ايه بقى؟ معاك سجاره؟ معايا. تلزمك؟ تلزمني ايه؟ ياكش تولع بجاز، انا عايز اخلص منها مش عارف. طب اخلع انت وانا اخلصك. البت دي بتاعت مشاكل، اسمع مني. ماشي يا صاحبي. بقول لك ايه يا نبوي؟ انا بقى هنزل اجيب شويه سكر وشاي، مش عايز حاجه من تحت. انت متحرك؟ ما تاخرش يا اخويا. انت قلت لي عايز شاي نوع ايه؟ خلاص انا هتصرف، انا هقعد اشرب انا وادوق لحد ما الاقي حاجه كويسه. ها؟ يا لهوي انت رايح فين؟ لا 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 لا، صوتك يعلى، الناس تتلم، الحاره تصحى. حلاوه النور. عيب سمعتك. يا نبويه، مطلعه عين البت تميمه ومبهدله الواد جابر جوزك معاكي. اخ لو عارف، اصل الراجل لما مؤاخذه مهما كانت خيخه، اول ما بيعرف ان مراته والعياذ بالله زيك كده بيتحول، بيقلب وحش. انت عايز ايه يا سلام؟ ولا عايز اي حاجه منك طبعا، انا بس نفسي افهم حاجه واحده. انت ايه اللي دخلك في السكه الشمال دي يا بت؟ انا زعلان من نفسي قوي. ليه؟ ايه اللي حصل؟ ايدي عماله تشتكي وتلومني وتقول لي ازاي خليتها تعمل كده؟ بقى الوش الجميل ده يتضرب بالقلم، فعقلي قال لي بقى لازم اخد حقك. لا يا سيدي انا مسامحاك. لا ازاي بقى؟ لازم اخد لك حقك، على الطلاق هتاخد حقك. انت بتقولي ايه؟ انت عايزه ايدي تفضل تلومني طول الليل وما اعرفش انام؟ بقول لك ايه؟ روح نام وشد الغطا كويس عشان ما تاخدش برد. ها؟ لا بقول لك ايه؟ انا مش هيجي لي نوم الا لما اسدد اللي عليا. او انا كده بقى اعرف انام. تصبح على خير. انت من اهل. صباح الخير يا ابراهيم. صباح الخير. تعالي. انا مش عارفه انا هعمل معاكي ايه هنا بالظبط. يا حبيبتي انت لازم تعرفي انا بقيت ايه عشان تشوفي بعينك. طب اديني شفت اهو، ممكن امشي بقى؟ لا يا حبيبتي انت لازم تشوفي المكتب اللي انا قاعده فيه. يلا. صباح الخير يا استاذه سلوى. صباح الخير يا عم عبده. يلا تشربي ايه؟ ولا انا عارفه انت بتحبي ايه. اتنين نسكافيه بلبن بسرعه لو سمحت. شفتي بقى ان انا كنت صح وان انت اللي غلط؟ ايه مالك؟ انا همشي يا سلمى. ليه؟ استني بس،
ده انا كنت عايزاكي تقابلي ايهاب بيه عشان كنت عايزه اقول له شغلك معايا هنا. سلمى بتعالى عشان نخلص اجراءات التوكيل. اختي جليله. حلو قوي، زيك يا سلمى. شربت بقى حاجه ولا سلمى عملت معاكي زي ما بتعمل معانا؟ لا متشكره قوي، انا شربت. شرفت الشركه. مستنيكي بقى في المكتب. شفتي بقى الرجاله اللي بجد؟ اشي فلوس واشي عربيات بذمتك، ده ولا فتحي بتاعك؟ تفتكري انا لو قلت الفتح اشتغل معاكي هنا هيرضى؟ ويرضى ده ايه؟ ده يحط جزمه في بقه وما يتكلمش خالص. يا بنت فكك منه بقى، انا مش عارفه انت ماسكه فيه كده ليه؟ والله العظيم بكره تتجوزي سيد سيده. وانا متطلقه؟ يا بنت الناس اللي عندهم فلوس وفوق ما يفكروش في الكلام ده خالص، كل اللي همهم انهم ينبسطوا، وطالما انت داخله دماغه يبقى ما يفكرش في الحاجات دي. اتفضل يا استاذ سلمى. ميرسي يا عم عبده، ربنا يخليك. تمر لحضرتك بحاجه تاني؟ لا لما عاوزك هندهلك. حاضر يا فندم. انا شايفه ان ده مبلغ كويس قوي يا سمير. وانا شايف حاجه تانيه، انا مش عايزه اتعامل مع الناس دي. انا عايزه اقول لك ان ده احسن مكتب في مصر، وانا عايزه المكتب ده هو اللي يعمل ديكور الفيلا بتاعتنا. ماشي هنفكر. ايه ده؟ انت مين وعايزه ايه؟ أنا جاية قبل أستاذ سمير. إيه ده؟ عليا؟ هو أنت جيتي عليا؟ محدش قال لي يعني. شفتي بقى؟ الشغالين اللي هنا كلهم عايزين يفغاروا. مين دي يا سمير؟ دي عليا. هتبقى هي مديرة الشغالين اللي هنا وسكرتيرة الخاصة إن شاء الله. طيب يا حبيبي، أنت عايز مني حاجة قبل ما أمشي؟ لا سلامتك. أنت جاي الشركة النهاردة؟ إن شاء الله ساعة وأكون عندك. طيب يا حبيبي، يلا باي. مع السلامة. اهلا يا عليا، نورتي. ان شاء الله يا رب تنبسطي عندنا هنا. على العموم انا كلمت عبد العزيز بيه ووافق على مرتبك. وبرضه انت عندك خميس وجمعه هيبقى اجازه، كويس كده؟ حلو؟ حلو الحمد لله. ها الحمد لله. اتفضلي هوريك. انا اسف جدا. شفتي انا جايبك عشان الحاجات دي. الشغالين هنا بغيروا، اما اجي لحاجه وانا محدش يقول لي حاجه. يا محمد، محمد. نعم يا سمير بيه. لو سمحت خد عليا وري اوضتها وقول على كل حاجه، ماشي؟ حاضر يا سمير بيه. اتفضلي يا استاذ. اتفضلي يا علي. عن اذن حضرتك. نورتي.